السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم فاميليا في رياكسيون جديده والاول مره مع عادل التاويل. قبل ما نبدا ديديكاس الياس اسطاوي وديديكاس لمافيا سكواد كامله، انا راني كنحماق عليكم وكنبغيكم. عادل التاويل تنظن كامل كون كتعرفوه سيرتو ملي ربح في المسابقه ديال سديم، غتكونوا كاملين عرفتوه. بون اللي ما عرفوش، المسابقه ديال سديم هي واحد المسابقه اللي دارت باش يختاروا منها افضل صانع محتوى في العالم العربي. شاركوا فيها بزاف ديال الدول العربيه، في المغرب كانوا شاركوا جوج، كان عادل التاويل ورضا الوهابي. رضا الوهابي ما توفقش انه يعني يبقى للفينال، باغ كونطخ عادل التاويل بقى للفينال ودا بطل سديم نمبر 3. بطل سديم يعني افضل صانع محتوى في العالم العربي في يوتيوب. الصراحه الدري يستاهل، الدري يجتهد ويستاهل، بيغ اب ليه ومبروك عليه، والعقبه ليا والعقبه للجميع. ما نكذبش عليكم، انا نهار فاش شفت القناه ديالو عرفتو غادي يوصل. وواحد الحاجه نشاركها معكم، يعني هذه ديالتي غير نشاركها معكم، اول مره غنشوف القناه ديال عادل التاويل حسيت بيه بحالي، بحال قلتي حسيت بيه يعني من داك الجونغ اللي كيتقاتل وكيحاول يعطي كاع الاسلحه ديالو، كاع الحاجه اللي كيعرفها كيحاول يعطيها، ما صدقاتش هذه كيجرب هذه ويجرب هذه ويعاود هذه. المهم خاص، المهم عنده الهدف في راسه انه خاصو يوصل. والدليل انه شفتو هو يعني بدا في الراب، من بعد مورا الراب قلب ودار دربي، ولا كيدير فيديوهات كيدير رياكسيون على الراب، كيدير توب 10 يعني مخلط، كيدير توب 10 احسن تراكات. وواحد البرنامج اللي كان عندي اللي كان عنده كيعجبني صراحه هو الموسيقى بالزنقة، برنامج زيول. وش غنقول لكم، يعني كد وكافح باش انه يوصل. وتا انا ما نكذبش عليكم، انا قلت لكم شفتو في حالي، حيت انا بديت اليوم ماشي باش نسالي غدا، عندي واحد طموح كبير وباغي نوصل بالتوفيق من ربي وبمساعده ديالكم نتوما مافيا سكواد. انا عندي فورس وعندي امل ان نكبر المافيا وانني نوصل بعيد ان شاء الله، خاص غير تعاونوا لي. التراك ديال اليوم مسيره، دايوغ تحيه للناس ديال المسيره حي كازا، وتحيه للناس ديال كازا، وتحية المغاربة كاملين. يلا هالتراك هذا كان في البرنامج كيف ما قلت لكم في السادي، كان اش غنقول، كانوا فرضوا عليهم الجوري، قال لهم كانوا فرضوا عليهم انهم يديروا فيديو حكايه بطل، يعني فيديو اللي يكون فيه تكون فيه يديروا فيه الحكايه ديالهم كيفاش بداو كيفاش طوروا من راسهم كيفاش وصلوا. وفي داك الفيديو فرضوا عليهم ان في داك الفيديو يدوز واحد المقطع تراك يكون فيه غناء، ماشي بالضروره راب، ولكن يكون فيه واحد المقطع ديز غناء. عادل التاويل كان دار واحد المقطع سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا عادل، واحد المقطع اللي شغنقول لكم يعني عجب الناس. و وقال لهم راه هاد المقطع راه عندي تراك كاتبه كامل، خاصني غير ندير ليه الفيديو الا عجبكم. والناس بداو كيسيلوه، وهذا هو التراك اللي كان الناس كيسيلوه. هذه الاغنيه كانت تحت طلبكم كيف ما قلت لكم القضيه. قمت بتسجيلها قبل سنه، كنت وحدي احتفل بعيد ميلادي بينما ادرف دموع الوحده، سجلت هذه الاغنيه بمعداتي البسيطه لتكون ذكرى خالدة لهذا اليوم الذي وعدت فيه نفسي أن العالم كله سيحتفل بعيد ميلادي الذي بكيت وأنا أردد سنة حلوة يا جميل. قررت ألا أعيد تسجيلها وتركها بنفس الإحساس، لهذا أعتذر عن جودة الصوت. تراك اللي كانوا كيسهلوا الناس كيف ما قلت لكم،
يعني انا كيعاودينا كيفاش كان بوحديتو، يعني العيد ميلاد مثلا ديالو والفرحه ديالو اورجينال. راه عيد ميلاد ما هو غير لا فرحه، الفرحه ديالو كان الا كانت شي فرحه صغيره تكون فرحه صغيره اللي كيحتفل بها غير هو، حتى واحد ما حاس بيه، حتى واحد ما عارفو. دابا فاش كبر وكبرات العائله ديالو يعني وكبرات القناه ديالو والناس عرفوه يعني، وضايو راه فاز في كيف ما قلت لكم دا بطل سادي نمبر 2، يعني احتفل بيه العالم كامل. هادشي اللي بغا يوصل لينا هالطرا، قال للناس بلي ديجا عنده قديم، وكان ايامات كانت يعني كان بسيط، ما كانش يعني مسجل بادوات بسيطه، ولكن هو بغى يخليه في ديك الحله بسيطه هكاك، ما بغاش يعاود. ربما عنده دابا اجهزه اللي حسن واللي مضاغن، ولكن هو بغى يخليه في ديك الحله، بغى يخليه في ديك البساطه، حيت هكاك هو كيعني ليه، حيت هو بالنسبه ليه داك التراك احساس ديالو. وانا معاه، اعتذر عن جوده الصوت، الاعتذار ديالك خويا عادي مقبول، وانا متفهمه هاد القضيه. بصح بعض المرات تكون عندك شي حاجه غاليه، ماشي بالضروره يكون عندها قيمه، يعني تكون عندها يعني القيمه ديال الحاجه كتكون معنويه اكثر ما هي ماديه، ماشي الحاجه كنقيسوها يعني بالجوده ديالها ولا بالقيمه ديالها ولا بسميتو باش تكون مهمه بالنسبه لك. بعض المرات هاي حجاره كتكون عندك مهمه، على تقدر تكون عندك ديك الحجاره مثلا عندك ثمينه على مثلا على شي قطعه ديال الذهب، علاش؟ حيت عندك اللي عندك معاه حكايه ربما. لا الحي محمدي بيتو في سيدي، تصاور ديال الطابلو نربح في تيتي، بقالي غا كوكو العمر كي الباطو انا غادي فوقو، الو بابا الحد غديني تصور باش نربح في تيتي. فكرني في الدراري كانوا كيديروا داك الطابلو كيعمروا بالتصاور باش يدفعوا الملحدات في الاخر باش يربحوا في تيتي، باش نربحوا في تيتي ولا باش نربحوا ديك الجائزه اللي كانوا كيديروا في الاخر. يعني انا مسيره حياه عديد التاويل، اوتوبيوغرافي الا بغينا نقولو، كيعاود لينا فيها على راسو منين بدا هو صغير. فانتيم تري غادي نتريني، لعب طارزان ديمو نار رسالة، فعين سبع نرجع ندير ديك البسالة، جدا ماما فينا قريبة تجي، تقليلي بطاطا فوق البوطا تجي، لعبو حبا غدا قارين، سادة فاطمة نقرالك ماغين، صحابي قانين وانا معاشر قارين، بقيت بوحد. كيعاود التفاصيل ديال حياته وهو صغير، ومن بعد عاوتاني هو كيقرا. جداتو كيسينا تجي باش دير لي بطاطا مقلية. هنا قال ضحكني فادي، قال لك صحابي قانين وانا قارين، وانا في يعني في دماغي قارين. انا شنو بغى يقول؟ يعني بغى يقولك بلي صحابو كاين لي دوك ولاد ما مغطين الا بغينا نقولو، يعني تيكونوا فني كيشي ما عارفين والو، وربما هذيك هي البراءه وهذيك هي الطفوله، ولكن لا هو كان مصاحبو قارين، يعني كان هو زعما شيطان الا بغينا نقولو. لا بغينا نقولو علاش؟ ماشي غادي يعني ماشي غادي نقولوا راه هذا راه منه ولا شي حاجه. داك الدري اللي كيكبر في واحد الوسط اللي هو بسيط واللي هو متواضع، كيشوف حويجات وكيسمع حويجات اللي كبيره على لاج ديالو، هادشي اللي كيخليه كيقولوا عليه الناس انت كارح، انت كتقول له دور الكبار، انت هادشي كبير عليك. اش ماشي هو اللي اختارها، هو تفرضت عليه العيشه هكاك، يعني قصاح وخا هو باقي صغير. الله يرحمك كريم، ما عرفتش الصراحه شكون كريم، ولكن كنت يعني لي شي حاجه حيتاش عطاه سميتو دار لي اوماج كريم اللي مشى وخلاه. المسيره ريفولي الكارني ديالي ناقصي نوشي طبعات، قلبي خاصو مصحيح يمسحوا له كاع الطبعات، حديد درهم كيلو نحاس راه غالي. قلبي خاصو بزاف المصحيح ماشي واحد باش يمسحوا له الضراب اللي دازو عليه. هنا قال واحد النويطه ديال الحديد درهم الكيلو نحاس راه غالي. هنايا كي يعني هاد البلان عند الدراري صراحه، الدراري فاش يوصلوا لواحد لاج صافي ما كيبغوش والديهم يصرفوا عليهم، هما ما كيرضاوش ان يبقى يقول با عطيني، ديجا با راه كيشوفوا ما عندوش، يعني با بالعربيه بحال كيتكافى مع الكرش ديالو، يعني مع ما كلتو وشربو، ما غاديش يزيد يعطيه شي حويجات ربما باش يقرا باش يدير باش هادي، يعني كيعول على راسو وماشي عيب. هادو ماشي من الرجال، وهادو هما اللي كيعطيونا الرجال في المستقبل اللي كيعولوا على راسهم.
يعني كيبقاو يديروا بزاف د الحويجات، بحال مثلا انهم يبيعوا قراعي ديال الشراب، بحال مثلا انه كيف ما قال يبيعوا الحديد درهم الكيلو، وكانت عندهم درهم ديك الساعه شي حاجه، شوف كيلو بحال كتعطيك درهم، ومع ذلك راه عندها قيمه. والنحاس راه غالي، زعما النحاس كان ديك الساعه غالي على الدرهم كيتباع في الكيلو. غزواني جعنا بالي ظهري ضربين. الكليب هو اللي ضرب ديك ونرجع ليك، واخا نعمرها بالماني عمري خليك، واخا نعمرها بالماني عمري خليك، باقي كناني معك. وهنا يعني ميساج لدوك الناس اللي كيتزاد عليهم جوج دريال، كيهزو راسهم السما، كينساو راسهم منين جاو، كينساو الاصل ديالهم، كينساو ولا كيتكبروا على الناس اللي كانوا هما في واحد الوقت بحالهم. راسي ديالو جاري ليا غانا في لحمي، انا مالياش تربي انا واقف لما تزيد عليا تزاحمي، شوفني انا جبل كتافي ساكت متقلعين عليا النوبي، انا حلوة يا ديل ديما كتافي وبالليل، انا حلوة يا كامل انا وين كامل دوز نقلي، انا حلوة يا عديل. كيمثل الصراحة شو اللقطة دار هنايا، فاش بحال شي واحد بحال قلتي دزت عليا تمارة تمارة حتى عيا، جا هو يفعفعو هداك ربما شاف ولا شي حاجة، فعفعو مسكين هكا بديك ديك الحقرة وديك الشي، ما زعما تيكمل خدمتو. برافو عليك عادل، هادي من عندي تا تمثيل راه عندك ديما كحتفلو بالليل، سنة حلوة يا جميل انا ويا قام ادوز نقليل، سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة سنة حلوة يا جميل سنة صعبين سنة بتهتز الاعدادي عمرو كان عادي فريستايل في زنقة ونطريمو في جرادي عمري عشر عشف الرادي كونكسيون بسي كان ريسي في مدادي. بون هادي الاعدادي ديالو كيفاش دوزها، كيف ما كيقول ما بين الكونيكسيون البي سي في الرادي، ما كانش عنده اصدقاء بزاف، وفري ستايل يعني في الاعدادي، يعني شوف يعني هذه حياه ديال واحد الجون اللي لقيقي، فري ستايل في الزناقي، تنتريني في الجرادي، في الرادي، والكونيكسيون ماشي مشكل كي تستعملها لصالح ديالو، ماشي البلية والشراب و... من الاول راسي تاقف راسو ما سولوش في غادي، ريفولي تاني ولدي جيب الباك اجيبو سباك اجيرا صبار، خياط سيرفر صوار لغنا في العراسة ترى جوان دوار، لا ما كنكميش ويلي اواه هادشي طوال، من فوق سداري تسارى الدوال، طار بروحو ما يرجعش موال، في عالم راسو كل ليلة جوال، ليلة جوال، صار لي عليه امرو شاف الناس، كنسى راسو كيفكر في الناس، كافي النوار حس بشحال من كاس. سهرة ليالي عمرو شاف النعاس، كافي نوار حسب شحال شحال من كاس. شوف دراري شتي النجاح من الاخر، شتي النجاح راه ما كيجيش غير هكاك، راه والله وما تقاتلتي عليها يا ولدي لا شفتيها ولا ولا وصلتي لها، علاش ما اش نقولك، دابا دوك اللي انا راه جو سوي كونط داك ولد دربكوم اللي كتلقى حط رجليه على الصور وقال السمام قبل اللي غدا واللي جايه، وقارو البلي الله ينعبوها بلاد وينعلو يشد التصيله، هذاك راه ما خاصكش تاخذو قدوه، هذاك خاص اللي ترشو شي ترشي وبدو يقول ليها اش عطيتينا نتايا باش نعطيوك، شنو عطيتي نتا للدوله باش تعطيك، شنو درتي، ما تقوليش امك ما قراتكش، ما كاين حتى شي ام ما بغات ولا يقرا ولا شي اب ما بغاش ولادو يقرا، هذاك راه من داك النوع اللي كانت امو كتنوضو ما كيبغيش ينوض يقرا، هذاك من داك النوع اللي امو كتوصلو هو كي كتدخلو من هذا الباب ويخرج ليها من داك الباب، هذا من داك النوع اللي فسميتو في المراهقه ديالو كينوض لامو ربما كيعصيها ربما كيسميتو وجالس عطاها القرقوبي، وهذا هذا من داك النوع اللي ما نجحش في حياته
بالعموم هذا داك النوع اللي ما خصناش ناخذ قدوه، ناخذ قدوه ناس بحال هكا تكرفصوا في حياتهم باش يوصلوا شي حاجه زوينه شافوا من حال والديهم، هادو من ناخذ القدوه. ماشي مشكله كيف ما قلت لكم تي انسبيريو الدراري اللي على الطالعين كيشوفوا ولدهم ما قاريش كلشي واخد الفكره ديال اقتفروا الوالا، اش داروا دوك الوالا؟ راه هذاك دابا راه تلقى ولد دربو نيت في ولد كان 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 عندهم نفس الظروف، بجوجهم كيقراو على الشمعة، بجوجهم مواتهم خدامين في الديور، بجوجهم كده، وكتلقى راه هذا كيسير يصبط عاد طابي صبر غتلقاني ياس جيب غبريكا راه لساني قاس غسلت قلبي راه باش ما يكونش مقاس هزيت دربي باش يقولوا واحد فينا فاز هزيت دربي باش يقولوا واحد فينا فاز حيتاش المسيرة هي واحد الحي اللي يعني شعبي بزاف بحال قلتي، ومعروف كاين فيه بزاف ديال بحال قلتي الشماكريه وهادي وهادي، باش يعني بحال قلتي دابا على راس دربو واحد فيهم فاز، يعني راه يعني مثل الدرب ديالو احسن تمثيل. ما كنغنيوش دوزنا بحال ما بشي شامبيون فزنا راه كانت عندنا وكيفاش من الزبل ولات عندنا خزنا داك زعما الطراك اللي دار ماشي كيتعنى حيت نجح، راه زعما بحال غير شي شامبيون اللي خدا، ولكن غير بحال قلتي كيحفز الناس وكيقولهم كيفاش من الزبل ولات عندنا خزنا، يعني يعني بدينا بوالو ما كان عندنا والو، كنا كنربو ما كنجمعو الزبل كنجمعو كيف ما قال كان قالها مثلا الكريس كلين قالك شد غير ازار ديال المول اللي كان مطبع وهادي وكان تيخدم بيه يعني من الزبل، يعني كيلقط شي حوايج اللي ما اللي ما زعما ما ماشي بروفيسيونيل وخدم بيهم حتى ولا بروفيسيونيل مع الوقت. بالنفس بالجات بالنفس بالصدقات هاني انا تذهب الموت سبقات راس الدين الكونترول كامل تولينا حاكمين القلب بالدقات عادين داز لي داز وخلط راسي ديال وزاري لي غانا في لحمي انا مالي اشتربي انا واقف لما تزيد علي تزاحمي شوفني انا اشبه في كتافي ساكت متقلين علي نوبي سانا حلوة يا عادين ديما كاتفلو بالليل سانا حلوة يا جميل سلام المريح حيت اش كيهضر مع راسو جميل سنة حلوة يا 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 جميل سنة صعبين سنة باقي كنا نيمك جمعتي ذنوبي ستوكيتي لي في الساك باقي كنا نيمك باقي كنا نيمك يا يا باقي كنشوف علو نرجع ليك واخا نعمرها بالماني عمري خليك فاش يكون عندك الامل وفاش يكون عندك الطموح غادي توصل، خاص غير ما يعني شوف انا بعدا كنامل بواحد الحاجه اللي تكرفص في شي حاجه راه كيوصل في ديك الحاجه بغض النظر ديك الحاجه وشكون خايبه ولا زوينه، المهم اللي تكرفص في شي حاجه ربي ما كيضيعش كيوصل في ديك كيوصل في ديك الحاجه، يعني اللي عطى في ديك الحاجه وتكرفص وساكري فيها راه غادي يوصل في ديك الحاجه سيغمو، غير ما خاصوش يوقف وما خاصوش يديموراليزا وما خاصوش يشوف يشوف اعداء النجاح ويشوف الناس اللي غير داويين خاويين الناس اللي هما ما ناجحينش وبغاو حتى بغاو حتى واحد ينجح، راه سبحان الله كاين واحد النوع اللي فيه واحد البغض في شكل يعني هو ما ناجحش فبغاكش انت تنجح باغ اكزومبل، مثلا انا كنلقى الحمد لله انا كلشي دابا الحمد لله، ربما في الاول لقيت انتقادات كذا كذا بنادم فاش عرف لي يعني عرف يعني عرف شخصيتي احترمني ما بقيتش كاع كنشوف لي كومونتير الخايبين، ما عدا كاين واحد في المية ديال لي كومونتير خايبين، فاش كنقلب شكون هاد لي كومونتير الخايبين كنلقاهم اصحاب قنوات، ما عرفتش واش احسب اصحاب قنوات ما ناجحاش حيت بنادم تينفق راسو وربما ما كيديرش شي حاجه كيفهمها حيت ربما المهم بزاف، المهم ممكن واحد البغض اجتماعي عفانا وعافاكم الله منه اللي عجبو المحتوى ديالي بارطاجيه، اذا ما تابوني تابوني فعل الجرس الدراري جيم كومونتير، والسلام عليكم.